وصل متى؟ كان وزن 10 ونص 9 كيلوات، صابه جفاف من المي. سال ومراجعه. واجل ما عاد تشتهي تاكل اجل. هسه غير البكا وصياح ومعلقلها سيروبات وادويه نعطيها وعلى الله. حالات سر 10,000 حالات ره هاتني جمع نخش خانة قال لي حالات تسمم حالات إسهالات أنا وسببها أساسي آبه وأغلبه وان زاروكن طبعا في حالات بالنسبة للجمل مش نخش خانة قال أما أنا خش خانة تاي بتجي الجموع بالمثل وعدد بيترجي وقال لك جي نار فقير نار جم مثلا مشافيا أو شيكا درياسي دليار معالجة خدكن